انت هيدي روتا عندك السلام عليكم اخوتي اخواتاتي كي داير لاباس عليكم خديجه هي تخدم في دارها غدا ندير واحد التيو انا والمعلم كاين المعلم بالحق هنا وانا غنعاونو او معايا مامو اتاتا شوفي ما اول في دار خاص مامي سي سمحتش نمشي لو با دابا هنا قولي لي هنا شنو نوتيس هاد السيمانه ديسا ديسا متين مالات حتى ما تدخل ها طوب جدي مرض والله كاين عقان عمي كومون سا رونتري لا ديدام السلام عليكم اخوتي اخواتاتي كي دايرين لاباس كي دايرين وليداتكم كلشي لاباس هانيين تنتمنى لكم الهنا والتيسير يا ربي ايوا تعالوا مع اختكم خديجه غتقلع اليوم البقوله كل واحد اش تيقول كالي تيقول البقوله كالي تيقول خبيزه خبيزه حنايا تنقولوا الخبيزه تنقولوا خبيزه وي ايوا دابا اجيو حتى نتوما قلبوا معايا في هذه الجرده ديالي دابا هنايا في هذا الربيع كاينه الخبيزه ها هما كاينه شي جدوره زوينين هنايا عندي ايوا تمام هذه خبيزه خبيزه هذه هاي هذه زوينه هذه الجدره هذه بسم الله تبارك الله الله يبارك فيك ايوا تابعوني درتي البوط لبستي البوط اختي راه كاينه هنايا الدنيا دايره ايوا نلبسوا البوط باش نبقلو مويليكا كاينه هنايا معانا تتنقي تتقلع الخبيزه ايوا تتقلع ماشي تتنقي تتقلع انا ومولات الفيرما قلنا غادا نديرو اليوم غادا دابا غيطيبوها سوسواغ دابا غطيب ان شاء الله دابا حنا غنخليوها مالا غنخليوها حتى الغدا مكاينش الغدا غنديرو عليها الطعام ولا شويه طعام نو 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 سا سوفي الطعام سا سوفي نو ميرسي كيفاش طعام لا بلاتي حنا غنديرو نص بها شويه طعام والنص تاكلوه كاكينات كيفاش غدير خبيزه بالطعام ولا درتها واحد الخطره ما عمرك ذقتي باش طيبتها واحد الخطره في على العواد اه سي با مون ديليغسا سي سي غتعجبك انا ديري اللي بغيتي كليتي ونسيتي انا غنمشي ناكل برا اختي هذه راه زوينه المسار انا زوينه هذه والله الا خوتي الخبيزه راه مزيانه الكرش والمسار والله حتى مزيان مريكا قالت لك الطعام زوينه المصران لبسنا الباط انا ومولات الفيرما بحال اللي غادي نمشيو نخدموا في سوريا شوف البوط شدي من تحت عاد البوط شدي حتى هي عندها البوط وهنا فاني عادي البوط ايوا واش غندير ما غنخرجوش بالصنادل هادشي اللي كاين هادشي اللي عطى الله اللي عطى الله هو هذا يلا زيدوا معايا هادي أقولي واش غنديروا عليها شويه الطعام ها عايشه هي اللي غتحكم فينا حنا غنحكموا في راسنا وي مريكا مي كوت يا ربي مريكا هنايا كاينه الخبيزه والله الا الخبيزه راها زوينه بهذا البرد بهذا البرد راها زوينه حتى هي غني هذا مولات الفيرما تتغني مويليكا تتغني خديت عاد شم مويليكا مويليكا لبست لينا البوط يا من عاني نسيت شرميل وليك مسخطة تضحكني يا من عاني نسيت شرميل باش تمشي وتجي قدام تي تحرش تصوري لا ما تنصورش لبستي لينا البيجاما خوز ام ويليكا ام ويليكا هذيك واش غات عليك حتى هنا كاين كاين هنا بارتو خبيزه اون فيت ها هو هنا كاين دالعه دالعه
زوينه هي صافي. واه تعجبني ام تي بو. ما عجبكش بزاف؟ با ترو. زوينه قال. عاد غتنقيها وغتغسليها ياكي؟ ضروري خصها تغسل. خصها تغسليها. أجاشا على تك اش 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 زوينه كلبه هادي غير مواد اكاتشا اكاتشا كش كش ملك ملك الدرقه اكاتشا على طك واش راه تشد راه تشد الواحد راه تقتلوا هادي راه تقتلوا هادو راه تقتلوا الناس انا جون شي دمين والله راه هادو اكاتشا اش راه واعره ملك تقتلوا مصطها ولا بيه عرفتي الا شدت الوحده هذه والله ما خرجت اقاتشا 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 واش دابا هي الكلبه راها من هذوك الواعرين عندي هاد الكلبه راه هي ديك الخطيره اللي شداته راه صافي تصيفط الروضه نيشان تفرتها لو تقول لها سيري لاطاك ولا شدت مالكه واش تبغى تقول الكلبه تقول طلقي مالكه غطلق مالكه وليو دراري راه شدتها راه ما تفرش وعدي خليها جانتي معنا قاتشه خلي قاتشه جانتي معنا وليو دراري دابا زعما من وراها هادي راه الله يسترها لا جرات شي واحد راه صافي راه نون درايف الله يعمرها دار هي ضريفه معانا ويلي ما الكلام ما فيهمش ثقه ما فيهمش ثقه الكلب واخا تكون جانتي معاك وكلش ما فيهمش ثقه اه ما فيهمش ثقه كان ديجا راه المغرب عادني كلب دايزه من حداه ما غوت ما تحد داز مورايا لقمني من اللارو حتى بقيت نعيط العاديو والعاديو والعاديو وما غوت ما حتى حاجه الكلب والله ما غوت وانا غاد على نيتي تخطفني من اللارو وي او تتقولي لا اطاك وهذا راه مصعب لي هذه هي الكلبه الواعره عندنا هذه الواعره جا واحد النهار جا دار مي على الكلبه على هذه قاتشا ديالنا خلصت على جوج خطرات البروسيكي جوج خطرات 55 وجا دار مي والله لا خافوا منها داروا لي الطوموبيل حبسوا بقاو في الطوموبيل وداروا هذيك باش حنايا نخرجوا باش انا نخرج عندهم وانا طليت وين تنقول هذو الجدرمي شي يديروا عندي هنايا ودارهم هذاك باش ما قدروش يخرجوا من الطوموبيل ديالهم تا حبطت انا مشيت عادهم وعاد جدارمين عاد نزلوا لي جدارميه بجوج قال لي عرفتي علاش جينا قلت لهم علاش جيتو قالوا لي راه المغازا شتي اللي حدايا مشات الكلبه عندهم وهما المغازا غوتوا القايد والقايد غوت الجدارميه وجاو عندي قالوا لي راه الكلبه ديالك راه كانت تتخوف الناس تتخوف الناس اللي تيكونوا داخل المغازا تيشوفوها وخافوا منها حتى هذا هو بصح راه كبيره وهادو حتى مول واعرين كيخافوا من هاد الله يعمرها دار قاتشا سميت هذا هذا مول واعرين هاد شباسي كوستغاس اه هي هذيك قلت لهم صافي قالوا لي غتحطي لاماند قلت لهم شحال هاد لاماند هما كيشيرو والدراري كيشيرو على مول الدراري ومول الدراري تيطوق عليه خير كمل لهم وتنقول الجدارمي تنقول لهم نو الجدارمي خافوا والله الا خافوا منا تنقول لهم نو لي جونتي لي جونتي تيقولوا لي نو مدام هذه هاد لاغاس راه ماشي جونتي هذا قلت لهم حنا المهم قلت لهم بصح راه لي با جونتي ويني معنا حنا مزيانين ويني هاد لاغاس راه تيخاف قال لي كلشي تيخاف منه ايوا حطيت عليها جوج خطرات حتى تبراو مني تبراو مني بحال اللي سمع انايا ما
ما احترمتش من اس او ديتاش لا شين اس او ديتاش قالت يقولوا لي خاصك وخلصت على جوج خطرات 95 95 ايوا هادشي اللي كاين كان يشدوها الناس وتيديوها الطبيب هنا حد حدايا الطبيب ديال الكلير ديال حدايا فيتيرينير اي وتيغوتوا لنا بالتليفون تمشيو نجيبوها والمكازا ما مشات المكازا الناس خافوا منها وعيطوا لها والله الا بنيتي تخافوا منها بيه بيان سور هو كان جدر ميتك حزم راه تقول جدر مع زيد عزيد حدايا راه ما كاينش ما غاداش تقار عليه تقول لي نو راه هادو واعرين تا قصتها انا من راسها هكايا عاد الجدر ميتحرك ايوا خديجه ايوا حنا دابا خديجه تقرد لكم الخبيزه البقوله خبيزه اوسي سازي ايه البقوله الخبيزه غسلتيه نظفتيه ها هي مالكه مالكه غسلتها وانا نقردها تبارك الله عليكم الحاد كاعت بارك الله فيك ايوا حنا بغيت ندير على شويه الطعام ولا النص نديرو عليه الطعام والنص يتنفع هكا كينات مع بالشرموله الساعه سيدي قال لك ما خصنا طعام خلينا ندير شويه طعام مالك والله الا بالطعام تجي عندي مالك انا ما بغاتش انت انت ما بغيتيش بغيتو صوصو مو جي با مانجي مي ما تاكليش مالك ما بغيتيش طعام ما بغيتش مالك طعام هاك هو صح اون فين البارح ناكلو والله الا ايوا مقوعه في الطعامات ايوا نتوما خوتي بقاو معانا الخبيزه هذيك وشكون اللي بدا ياكل الخبيزه شكون واش كاين اللي داق الخبيزه ولا باقيين ما ذقتوها احنا عاد غنقولوا بسم الله دابا غندوقوها ان شاء الله مي لاني دغنيغ كلينا هذيك ان شاء الله لاني دغنيغ دابا تنهضروا على هذا العام هما العام اللي فات اللي فات دابا تنهضروا على دابا 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 اول مره غناكلوها هذا اختي هاد العام ان شاء الله شاركنا مع وان بلس العام اللي فات الخبيزه ايه باش درت على العواد ايه هاي جبت على العواد ها انتم الدقرات ديال خوتكم خديجه كي جاكم هو هذاك ولا لا ماشي هو هذاك تبارك الله عليك ها انتم يا خوتي اخواتاتي الشرخ 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 شوف الدقرات كي داير اخوتي كلشي مغسول كلشي منظف ما عندك تقولوا هادشي ما مغسولش جا ويلي لا علاش كاين شي حاجه اللي غتقلعيها وما تغسليهاش او تبارك الله عليك عارفه اختهم خديجه دابا راهم دابا راه صافي عرفوني دابا تبارك الله على لاله خديجه الله يبارك فيها ابنت عمي شوفوا الدقريده كي دايره وشوفوا تشرخ 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 كيفاش تشرخ تشرخ هادشي تنسمعو هادشي اللي تنسمعو انا غادي نقبض هادي غنديرها قبطه قدها قداش علاش نخليها تشوف هادي يلا يلا هادي هي الاخرى صافي دابا درنا الخبيزه في الكوكوط غنديرها في الكوكوط كاع ما غنديرها في البرمه في الكوكوطه ماش دابا انت تطيبها في المقله ايلا المقله في البرمه تطبخ تطبخ دابا درتو في الكوكوط ودابا مشى علينا الحال باش غنتعطلوا الا درناها في الكسكاس غنتعطلوا هذا مغسوله وغادا نحطها عليها هذه الثومه الثومه هذه وراها مغسوله وغتخلي نجلو داك الشيء غادا طيب هكايا ومن غادا نحيدها غادا اما عن معسه غنحيد لها هذا الجلاف ديالها من غطيب واخا وغادا وغديري 5 كيسان ديال الماء غندير لها 5 كيسان ديال الماء اخوتي المشاهدين لاله مالكه غدير لينا العطريه دابا قردت القصبر غدير الثومه والميطيشه والعطريه العطريه شنو قولي شنو بناتي هو مالكه غادي غتقول لي شنو ويل شنو غديري مالكه عاد قولي لهم بلا ما غديري عاد قدام سي باش يشوفوا اخوتي هنايا درنا الميطيشه والقصبر والثومه بالكمون دابا هذا الكمون جوج معاشق معلقه ونص اخوتي ديال الكمون السودانيه على حسابكم ايه حاره حاره السودانيه حاره هذيك الواعره وي راه ما ديك الحاره هذه حاره هذيك الحاره الصغيره انت عارفه واعره هذه السودانيه لا خاص احنا نزيدو هذه تحميه ايوا غتجي واحد خبيزه مشرمله
هذه التحميره هذه جوج معالق او تتقوى التحميره وغنديروا الملحه على حساب الذوق اخوتي نتوما عينيكم ميزانكم والزيت البلدية والزيت العود ها الزيت العود اخوتي علاش ما تشريتش ديال الطاسه ديال الملحه دابا قلت ندير نخليها هنايا ما بغاش نديرها حتى فيها وهذه مليحه وزيت العود وغتخليو هادشي يتقلى ها زيت العود شوفوا تتقوي زيت العود مويليكا ضروري نوصل للربيع بوحدو خوتي اخواتاتي ها الخبزه ديالنا معاكم لي اللي صوبنا اللي قلعنا قدامكم غسلناها ها هي طابت على خير وبخير تتبخ بخ تتبخ بخ تتبوخ تتبوخ مع الزويتنات وبريري ديال اتاي والخبز ديال الزراع ديال الزراع سي وكويس انتم العمسي يا خصتي انتي يا العمال هادشي بلدي ما كاينش فيها المزاح اي والله الا انا هادشي راه بلدي يا خوتي ها نتوما شكون اللي عاقل على هاد الجلسه بريري ديال اتاي زويتنات خبيبيزه الخبز ديال الحمامر قول لي شكون اللي عاقل على هاد القعده قولوا لينا قولوا لي قولوا لي قولوا لينا قولوا لينا خوتي ايوا هي هذيك هذه ماشي هذه الماكله الصحيه والله الا هذه الماكله الصحيه وما داك اللحم راه ماشي صحي والله يجعل ربي يعفو علينا من هذاك اللحم راه على المرض تناكل المرض نيشان تناكل المرض هذا هو الصحي بريري ديال اتاي بشويبه خبيبيزه زويتنات الحمامر الخبز الحمامر اسيدي وما سخيتش بخوتي تنتمنى هذا الفيديو يعجبكم يا ربي ما سخيتش بكم سلام عليكم سلام عليكم خوتي المشاهدين تنتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.